انا كده كده يا جماعه دخلت خلاص كده قسم الملاهي اهو. طبعا كله ناس كبيره بتركب يعني، مش كلهم اطفال. هنا بقى يا جماعه لعبه اللي بيوقع الست علب الصغيرين دول من اول مره على ما اعتقد بيكسب بقى ايه، نمر، دبدوب، الكلام اللي متعلق ده كله. تمام، واحد بيوقع اهو معرفش يجيب حاجه خالص. يا راجل اجين اجين. وقعهم كلهم. واتخدهم على مرتين زي ما انا قلت لكم كده. الواضح ان هي لو لازم يوقعهم من اول مره عشان يكسب حاجه من الدباديب والنمر والحاجات اللي متعلقه. وهنا اللعبه دي يا جماعه بقى عباره عن ايه؟ كرة سلة. اللي بينزل كرة في السلة كده بياخد ايه؟ بنانة من دول، موزة يعني. جميلة برضو دي ما شاء الله. ما جاتش، ما جاتش حظ. ما شاء الله في ناس بتكسب يعني. طبعا بقى انا لوحدي، لو معايا حد كنت طبعا لعبتها والله. هي جميله ما شاء الله. طاف كده بتلعب طبعا وبتنزل على اي حاجه من دول، اللي يمسكها ياخدها على طول، اللي يمسكها ياخدها. طبعا انا مش فاهم ده. انا كده فهمت، هما بيختاروا من الحبل ده يا جماعه كده، اي حاجه تطلع من الحبل ده بتشدوا الحبل، واي حاجه في العلب دي كلها بيطلع لهم ايه؟ هدية. يعني دي كده كسبت. طبعا انا بطلعها اهو. باندا صغيرة. طبعا انت عرفتوا كده النظام هنا ماشي ازاي في اللعبة دي. شد الحبل وانت وحظك بقى. وهنا دي يا جماعة بقى عبارة عن ايه؟ بطوطات كده في المية، والناس بتختارها يعني بتاخدها كده بشبكة صغيرة، وكل واحد مكتوب عليه رقم بقى وانت وحظك بقى، والرقم طبعا يفرق معاك طبعا في الهدايا الجميلة دي كلها. ممكن حاجة صغيرة، ممكن حاجة كبيرة، وكل واحد وحظه يعني. وهنا اللعبة دي يا جماعة بتخبط في اللوحة دي الكورة، ولازم تنزل فين؟ تنزل في الباسكت الصغير ده عشان تاخد برضه هدية من الهدايا المتعلقة دي. جميلة دي برضو بس عايزة تركيز جامد قوي. ودي طبعا يا جماعة لعبة برضو بتختار السمك كده، بتمسك السمكة كده اول ما تقفل تطلع وانت وحظك برضو. هو واحد اختار سمكة اهو، هنشوف الرقم بتاعه ايه، هنشوف هو كسب ايه. هما بيجمعوا باين السمك عدده قد ايه. استني بقى خالص، اصبري خالص عليه. طلعتها لها، ساعدتها فيها ايه. طبعا دي لعبه ثانيه، اللي بيوقع الكوره في الباسكت كده ما توقعش على الارض ايه، بيكسب برضه حاجه من المتعلقه دي. هنتفرج بقى كده عليهم بيلعبوها ازاي. شكل دول هيلعبوها اهو، نتفرج عليهم. دي اتذكرت جوه خلاص، كسب كده خلاص. دي برضه جوه، بيختاروا بقى حاجه من المتعلقين دول. ما شاء الله كسب أرنوبة اهو. ماي جاد. اللعبة بقى يا جماعة عبارة عن ايه؟ حلقات كده صغيرة بترميها بتنزل في ايه؟ في علب كده، وانت وحظك بقى. علبة فيها موبايل، علبة فيها سماعة، علبة فيها شاحن، ايفون اهو، ايفون 12 كمان. يا نهار ابيض.
ما شاء الله والله، دي ممكن حد يكسبها، دي تبقى حاجه تحفه يعني. بس طبعا اكيد صعبه يعني. طبعا الحلقه دي عباره عن كرتون او اتقل شويه، بس طبعا كرتونه كتير مع الهواء ما بتثبتش طبعا. دي برضو يا جماعه لعبه تانية، ثلاث كده مكعبات صغيرين متوقع بيوقعوهم برضو، بيختاروا حاجه من متعلقه هنا. هي نظام كلها لعب، هو واحد لاعب هو وقع اتنين، وده برضو لاعب وقع اتنين، لازم يوقعوا الثلاثه مع بعض من مره واحده علشان يكسبوا حاجه من المتعلقه دي. ده لاعب ما جابتش خالص معاه، وده يلعب تاني مره اهو، برضو ما جاتش معاه. وقع اتنين برضو تاني، ملهمش حظ بقى، دول ما كسبوش حاجه. ودي لعبه برضو يا جماعه تانيه، برضو باسكت برضو اهي، ما جاتش خالص، مش حظ اللي بيلعب ده. ما جاتش. برضو اللي بيلعب برضو بيجيبها في الباسكت بيكسب برضو. هدايا كتير اهي ما شاء الله. مبروك عليك يا عم، واحد كسب اهو ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، ربنا يفرح الناس كلها يا رب. الشباب هنا بتلعب برضو ايه، لعيب يا ولا، يلا اديله يا لعيب، هتيجي معاك المرة الجاية. لعبة تانية عبارة عن اللي بيحدف الكرة دي بتيجي في أي حاجة من دول بيكسب برضو حاجة من المتعلقة دي. وان مور، عايزاه يشتغل تاني، عايزاه يدفع تاني. هما شكلهم خلصوا وما كسبوش. طبعا دي لعبة تانية يا جماعة خالص اهي، واحد ما شاء الله كسب كده. ده هنا طبعا ازايز وبيحدفوا عليها حلقات صغيرة كده، لازم تيجي ايه تدخل في وش الازازه كده من فوق، في حلق الازازه من فوق كده، وبتحدف كده وهي وحظها بقى. طبعا انتوا شايفين الحلقات عباره عن ايه، هو وحظه الواحد، واللي كل واحد ونصيبه بقى. طبعا شايفين ده كسبانها وحاضنها كده على كتفه من فوق، فرحان بيها، ربنا يفرح الناس كلها يا رب. وبكده يا جماعه طبعا خلصت لكم الملاهي بالنسبه للناس الكبيره وكده. طبعا في بقى العاب تانية صغيرة للأطفال والكلام ده. والله في لعبة كمان اهي شفتها اهي، كمان بتلف طبعا كده الدايرة دي، كل ما تقف طبعا انتوا عارفينها طبعا دي، كل ما تقف على حاجة أو رقم أو اسم بيشوفوا الاسم ده مكتوب عليه ايه، وبيطلع منه اللعبة بتاعته اللي متعلقة طبعا من الحاجات المتعلقين فوق دول. دي كده آخر لعبة يا جماعة من الكبار، لعبة الكبار. طبعا دي لعبة صعبة برضو يا جماعة، وكله بيصوت والعب يا حاج. كله بيصوت، شايفين؟ شايفين؟ صعبة بجد دي يا جماعة، صعبة بجد يعني. طبعا دي لعبة كمان صعبة جدا، بتدوخ طبعا جدا، يا نهار ابيض. الناس كده طبعا هي حاطه دي على قلبها وخايفه. طبعا هنا كده يا جماعه بيت الرعب، بنشوف الاستاذ ده بيعزف، ده اعزف يا معلم اعزف. بيت الرعب ده اهوت، وبيخوفوا الناس بالاصوات وكده. بيت الرعب اهو، انا شو بيطلع من الشباك ده. ازيك يا عمو؟
بخ.